مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم نخصصوها على الهالوك المعروف بجميع المناطق المغربية المنتجة القطن الغذائية بسميات مختلفة، شو الخروف، لوتد، بربنو، فرعون إلى آخره، فهي عشبة اللي كتكبر وكتعيش على حساب النباتات ديال الفلاحة المضرورة، وكتشكل أكبر خطر على زراعات الفول، الجلبانة، العدس والحمص، ويمكن الأضرار توصل إلى 100% من الإنتاج في حالة عدم الوقاية والمعالجة في الأوقات المناسبة. فالهالوك هو عشبة طفيلية سنوية كتكاثر عن طريق البذور وكتورث في التربة وكتجي مع الزراعة، ويمكن ساق واحد يعطي حتى 500,000 زراعة واللي كتبقى في التربة حتى 10 سنوات. فأضرار الهالوك كثيرة ومتنوعة حيث كيزاحم جلبانة على احتياجاتها الغذائية، وعنده قدرة كبيرة باش يمتص الماء والغداء من النبتة، وكينتشر بكثرة في المحصول وكيضعفو ويسهل بعض الأمراض والحشرات باش تكاثر فيه، زيادة على أن الهالوك يأثر على الكمية والجودة ديال الجلبانة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالوقاية والمعالجة ضد الهالوك لازم تكون متكاملة وكتطلب استعمال مجموعة ديال التدابير. أولا نحترموا الدورة الزراعية ونوخروا وقت الزرع باش نجنبوا أضرار الهالوك، وثانيا نستعملوا كميات متوازنة من الأزوت والبوتاس باش نقللوا من أضرار الهالوك، وكنصحوا خوتنا الفلاحة باش يقلعوا الهالوك اللي ما داوش من بلادهم ويحرقوه قبل ما يدير الزريعة ويتل الأرض، بحيث كتعتبر هذه العملية مكملة للمكافحة الكيماوية. وبالنسبة للمكافحة الكيماوية فخاصة تدار بالعقل، فهذه أكثر من 30 عام والمكافحة ضد الهالوك باستعمال مبيدات كتنتمي إلى عائلات مختلفة كتدرس وتبين من خلالها بلي مجموعة من المواد الفعالة عندها إيجابيات وسلبيات، منها الجليفوزات وسيلفوزات وإيمازابير وإيمازاكين. وعلى سبيل المثال، فالمقدار المستعمل المبيد للكليفوزات في مكافحة الهالوك في الجلبانة والعدس صغير بزاف، بمقدار 40 غرام في الهكتار من المادة الفعالة في 500 لتر من الماء بطريقة الرش، وتكون أول مكافحة عند بداية النوارة، وضروري نعود المداوية من مرة إلى جوج المرات كل 15 يوم بنفس المقدار باش نحصلوا على مكافحة فعالة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كيبقى نجاح المداوية مرتبط بعملية الرش واللي ضروري توفروا فيها مجموعة من الشروط، منها بالخصوص نضبطوا وقت تدخل ونحتارموا المقدار ديال الدواء وديال الماء، وهنا من ضروري نستعملوا آلية الرش المنصوح بها ونردوا البال الظروف المناخية الملائمة بحيث ما تكونش الرياح قوية، ولازم تدوز فترة بعد عملية الرش بلا ما تنزل الشتاء باش نتفاداو الغسيل ديال المبيد من الأوراق، وتكون الرطوبة مزيانة وتساعد على امتصاص المبيد، ونستعمل المواد الفعالة المنصوح بها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازم ديروا الوقاية ديال الخدام من أخطار المبيد، بحيث لازم ما يوصلش المبيد للجلد ديالو، ويستعمل قميص بكمامة طويلة وسروال طويل وقفازات اليدين ونظارات واقية العينين وكمامة لوقاية النيف والفم، والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.